عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. انا نور ودي قناتي، لو اول مرة بتشوفيني ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك كل فيديو انا بنزله. انا النهاردة هخزن معاكي ورق العنب بطريقة سهلة قوي قوي، ودي انجح واسهل طريقة في تخزين ورق العنب، سهلة قوي قوي عليكي في التخزين، ما بتاخدش منك وقت خالص خالص. تاني حاجة، فعلا دي انجح طريقة انا جربتها في ورق العنب في التخزين بتاعه. انا جربت كل الطرق، انا سلقت ورق العنب، حطيته في برطمانات، عملت حاجات كتيرة جدا حقيقي. هي دي كانت انجح طريقة انا عملت بيها وخزنت بيها ورق العنب. انا هنا برص ورق العنب بتاعي كله فوق بعض، ومن الاسهل لك يا ريت تبقي تجيبيه مرصوص من عند يعني وانت بتشتريه هاتيه من عند الخضري مرصوص فوق بعض احسن، بلاش تجيبي اللي هو ايه كل ورقه في حته. دي انا هنا بقى بحطه فوق بعض وبجيب المقص بشيل العناقيد بتاعته مره واحده. انا طبعا معاكم كنت مجهزاه وكنت مسحاه وكنت منضفاه عشان اشتغل بيه على طول. هنا بقى بجيب الاسترتش بتاعي وبحط عليه ورق العنب، واهم حاجه ان انت ما تسيبيهوش مفرود علشان لما هيتلج في الفريزر ممكن الاطراف بتاعته كلها تتكسر، يعني لو تلج هتلاقي الاطراف بتاعته كلها اتكسرت، فانت لازم تتني الاطراف بتاعته يمين وشمال. هوريكي دلوقتي ازاي. هنا انا بفرد الاسترتش بتاعي زي ما انت شايفه، وبجيب ورق العنب بحطه اهو زي ما انت شايفه كده، وبقوم لفه عليه طرف الاسترتش كده، وببتدي ان انا بقى الفه فيه كله، فالاسترتش بيبقى دخل جوايا يا جماعه، وباجي من الجنبين اهو هتشوفيني باجي من الجنبين. اهم حاجه ان انا بكون مفرغه الهواء اللي فيه كله وانا بلف، يعني ما تحاوليش تلفي على هواء، دي اول حاجه. تاني حاجه، انت لما بتطلعيه من الفريزر بتسلقيه وهو متلج، يعني بتحطيه وهو متلج ما بتسيبيهوش يفك، وده بيطلعهولك كأنه فريش، كأنك لسه مشترياه يعني حالا وسلقاه، فبلاش تسيبيه يفك وبعد كده تقومي سلقاه، لا حطيه في المية المغلية على طول، حقيقي كأنك لسه مشترياه. والطريقة دي في التخزين سهلة جدا ومريحة جدا والله، وفي نفس الوقت يعني حقيقي بتطلع لك ورق العنب كأنك مشترياه حالا. فدي كانت من أسهل الطرق وأسرع الطرق اللي أنا فعلا فعلا حبيتها. أنا ما حبيتش إن أنا أطول عليك الفيديو، بس حبيت إن أنا أقولك على النصايح دي. ما انصحكيش أبدا إن أنت تسلقي ورق العنب. بصي أهو، وببتدي ألف عليه الاسترتش، سهلة قوي قوي. العناقيد عشان أشيلها بيكون مرصوص فوق بعضه، فبقصها كلها مرة واحدة بالمقص، فبرضو دي سهلة بتسهل عليكي يعني ان انتي تقطعي عنقود عنقود، لا ده بيسهل عليكي. هنا بقى كمان انا بعمل ايه، بعمل كيس بحط فيه مثلا كيلو، بحط فيه كيلو لربع، بحط فيه نص كيلو، بحيث ان انا كل ما اجي اخد استعمل مثلا عايزة كيلو، عندي عزومة بطل بشد الكيس كامل عندي عشان ما طلعش يفك واشيله تاني او يتبقى مني، بعمل كيس فيه نص كيلو، بعمل كيس فيه كيلو لربع وبكتب عليهم. فحقيقي بيبقى سهل عليا قوي 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 الطريقة دي زي ما انت شايفة كده. فانا بنصحك ان انت تجربيها، وما انصحكيش ابدا برضو ان انت تسلقي او تجربي اي طريقة تانية للتخزين، جربيها وعلى ضمانتي، وان شاء الله يكون الفيديو عجبك. وما تنسيش لو الفيديو عجبك ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك اي فيديو انا بنزله. وياريت لو جربتيها وطلعت معاكي حلوة فعلا وناجحة، ما تنسيش تكتبي لي في الكومنتات. ادي الاكياس بتاعتي اللي انا بعملها، ده كان كيلو الا ربع، فبعمل اكياس كيلو الا ربع وبعمل اكياس كيلو، بعمل كده بحيث ان انا لو حطيتهم كلهم على بعض ما اسحبش ويتبقى مني وانا بعمل. يلا باي باي، اشوفكم.